لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نستكمل الحديث حول الأدلة على العذر بالجهل، وسبق الكلام عن أدلة القرآن، وذكرنا دليلا من أدلة السنة وهو حديث حذيفة. وأما الدليل الثاني فهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلنا بلى. قالت: لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه، قال: فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسه واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره. يعني هي رضي الله عنها تظن أنه يذهب إلى بيت زوجة أخرى من زوجاته. قالت: حتى جاء البقيع فقام، أي جاء مقابر البقيع، فأطال القيامة ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت. قالت رضي الله عنها: فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت. يعني رجع إلى البيت فسبقته في هذه المرة لتكون في البيت. قالت: فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل. فقال: ما لك يا عائش؟ حشية رابية، يعني عندك شيء تشتكين منه في صدرك؟ قالت: قلت: لا، لا شيء. قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت: قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. فأخبرته، يعني أنها خرجت وراءه تظن كذا وكذا. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت: قلت: نعم. قالت: فلهذني، أو فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، يعني ضربة في صدري أوجعتني. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يظلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قلت: مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال: نعم. هذا هو الشاهد من الحديث، وهو قول عائشة رضي الله عنها: قلت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. يعني أنت قلت لي إن لم تخبريني، وإلا أخبرني العليم اللطيف الخبير، يعني أن الله عز وجل يعلم كل ما يكتمه الناس، حتى خروجي وراءك وأنا أشك أنك تذهب إلى بيت امرأة أخرى. قالت: فهل يكتم، فمهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال: نعم. قال شيخ الإسلام: فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وأن الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شيء
كإنكار قدرته على كل شيء. يعني الذي يعتقد أن الله عز وجل لا يعلم كل شيء هذا كفر، لكن لا يلزم في كل حال أن يكون كافرا، لا سيما إن كان عنده مانع كالجهل. فأم المؤمنين رضي الله عنها مع أنها نشأت في بيت النبوة، وهذا إشارة إلى أن بعض أهل العلم تكلم في من نشأ في بادية بعيدة عن العلم، بل قد ينشأ الإنسان في بادية فيها العلم لكن لم تبلغه المسألة، فكذلك يعذر بجهله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها ما هذا الذي تقولين، ولا قال لها أنت كافرة بما قلت فتوبي إلى الله وارجعي مرة أخرى إلى الإسلام بالشهادتين، إنما قال نعم، وهذا لأنه عذرها أنها كانت تجهل ذلك ففهمها الله يعلم كل شيء، قال نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وعليه فهذا فيه دليل على العذر بالجهل. الدليل الثالث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل تشكون يعني في أن القمر يرى ليلة البدر؟ ليلة البدر 14 يكون القمر فيها مستديرا كاملا يراه كل الناس. قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضرون في رؤية الشمس ليلة ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الشاهد من الحديث ماذا لمسألة العذر بالجهل؟ الصحابة لا يعلمون مسألة الرؤية فيسألوا هل نرى ربنا؟ من شك أن الله لا يرى بعد العلم والبيان فهو كافر. الذي يصله الدليل والعلم والبيان أن الله عز وجل يرى يوم القيامة للمؤمنين فقال لا يرى أو اعتقد أنه لا يرى فهذا اعتقاد كفر. ومع ذلك الصحابة كانوا يظنون أنه قد لا يرى، عندهم نوع من الإيش؟ الشك، هل يرى أو لا يرى، ولذلك سألوا. ومع ذلك لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم ما هذا الشك الذي أنتم فيه ونحو ذلك. فهذا الحديث يدل على أنهم جهلوا عقيدة الرؤية حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنهم كفروا بذلك ويجب عليهم أن يجددوا إسلامهم، أم عذرهم وعلمهم الحق؟ ومسائل التوحيد كثيرة جدا متشعبة، منها ما يعرفه العوام، ومنها ما لا يعرفه طلاب العلم، ومنها ما لا يعرفه إلا العلماء المتخصصون. فبأي ضابط تضبط هذه المسائل؟ إنك تقول العذر بالجهل يكون في مسائل كذا وعدم العذر يكون في مسائل كذا، من أين هذا التحديد؟ ومن أين هذا الميزان؟ الناس يتفاوتون في علمهم، فمن أين أنت حددت هذا؟ نعم. فأي ضابط تضبط هذه المسائل، أو بأي ضابط تضبط هذه المسائل، وبأي حد يكفر من يجهل شيئا منها؟ وهل لا يصير العبد مسلما حتى يتعلم كل هذه المسائل؟ ولماذا إذن يحكم بالإسلام بمجرد النطق بالشهادتين؟ أربعة، دليل الرابع على مسألة العذر بالجهل. قال عن أبي واخد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. وأبو واقد من مسلمة الفتح رضي الله عنه، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين هذه كانت بعد فتح مكة مباشرة، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها كثير من المسلمين الذين هم حدثاء عهد بالإسلام وهم أهل مكة ومن حولها، خرجوا معه.
قال ونحن حدثاء عهد بكفر. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. سدرة شجرة ينوطون بها أسلحتهم، يعلقون عليها أسلحتهم تبركا، يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اعمل لنا شجرة نحط عليها سيوفنا ونظن ونعتقد بعدها أننا سننتصر. وهذا تبرك شركي. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن أو إنها السنن الطرق يعني. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. انظر سوى بين هذا القول وقول بني إسرائيل، ومع ذلك قال لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع إلى آخر الحديث، ولم يذكر فيه تكفيرا ولم يعنفهم فيه يعنفهم في الحديث على ما ارتكبوا من أنه كفر وأنهم يلزمهم التوبة والشهادتين وكذا ونحو ذلك. وإن أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم هذا الفعل قال الله أكبر قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. قال والحديث ظاهر في أن بعض الصحابة من مسلمة الفتح الذين لم يتعلموا بعد كل أمور التوحيد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم شجرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يتبركون بها كما يفعل المشركون سواء بسواء. فهل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم وأخبرهم أنهم خرجوا بذلك من ملة الإسلام والواجب عليهم أن يتوبوا ويعودوا إلى الدين مرة ثانية، أو يقام عليهم حد الردة على قول من لا يعذر بالجهل في أمور التوحيد، أم عذرهم بجهلهم وأخبرهم أنهم ما سألوه هو الكفر بعينه كما قالت بنو إسرائيل وهو ما سألت بنو إسرائيل موسى، فكفر مقالتهم فكفر مقالتهم ولم يكفر أعيانهم، يعني وصف مقالتهم بالكفر ولم يكفر أعيانهم. فانظر رحمك الله إلى أي الفريقين أهدى سبيلا وأقوم طريقا. والحمد لله الذي هدانا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وطريقة من أمرنا الله باتباع طريقته. خمسة، عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان مرفوعا قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس يعني يختفي يزول، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. الوشي الثوب اللي هو الرسم الموجود في الثوب، يعني لو نظرنا مثلا كده لأي حد من الإخوة اللي لابسين حاجة فيها خطوط أو فيها نقوش، لما بيبلى الثوب مع الوقت النقوش دي بيحصل ايه؟ بتتمسح كده. قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني الإسلام هيبتدي يختفي من العالم. قال حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ما فيش عبادات نهائي، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، نسأل الله العفو والعافية. ويبقى هؤلاء الناس يقولون احنا فاكرين آباءنا كانوا بيقولون هذه الكلمة واحنا بنقولها زيهم، لا إله إلا الله، بس هو ده اللي فاكرينه من الإسلام فقط، ما يوجد لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك ولا شيء. نعم. قال فيقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة، يعني أحد الرواة الذي يروي عن حذيفة، ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟
فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا. كل ذلك أرددها أو ردها عليه ثلاثا، يعني صلة ذا كل شوية يقولها ثلاث مرات، ما يتغنيهم لا إله إلا الله من غير صلاة ولا صيام ولا كذا. قال كل ذلك يعرض عنه حذيفة. قال أقبل عليه في الثالثة، يعني ثم أقبل عليه حذيفة بعد ذلك في الثالثة، فقال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، يعني تنفعهم لا إله إلا الله هذه وتنجيهم من النار، مع أنهم لا يقيمون شيئا من شعائر الدين. قال والحديث ظاهر في العذر بالجهل عندما يرفع العلم ويفشو الجهل ولا يعلم الناس من الإسلام غير كلمة التوحيد ولا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة فضلا عن بقية أركان الدين. هو ذا اللي بلغهم، هو ذا اللي بلغهم. وكما نكرر ونقرر أن الجهل الذي يعذر الناس به هو الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، خلاص هو ده اللي بلغهم، ما يعرفون صلاة ولا صلاة، ما فيش حاجة من دي. وهذا وجد في بعض بلاد الإخوة العاجم ولا لا، وجد في بعض البلاد في بعض الأوقات إنه ما يعرف من الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله وسبحان الله العظيم. قال ولا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة فضلا عن بقية أركان الدين. واستدل به أو استدل به على عدم كفر تارك الصلاة ما لم يستحل ذلك لقوله تنجيهم من النار. يعني الحديث أيضا يستدل به على عدم كفر تارك الصلاة لأن الناس دول ما بيصلوش. نعم. طيب جت منين؟ إن هم لو بلغهم الصلاة كانوا هيعملوا إيه؟ هيصلوا، هم بيعبوا بيقولوا لا إله إلا الله. قال لقوله تنجيهم من النار مع أنهم لا يعرفون الصلاة، أو أقصد يعني لو بلغتهم الصلاة كانوا سيقرون بها، وإلا إن لم يقروا بها جحدوها وصاروا كفارا. قال مع أنهم لا يعرفون الصلاة. وانظر تعليق الألباني رحمه الله في الصحيحة فإنه تعليق نفيس. نعم. ستة يعني من الأدلة على العذر بالجهل، منها ما رواه عبد الله بن أبي أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك، يعني لك لعلها نفعل ذلك بك يعني. أي نعم. ذلك لك أو لك أو لك يعني أو. أن نفعل ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها ولو وهي على قطب لم تمنع. القطب اللي هو الجمل يعني. فالشاهد من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الحديث دليل واضح على أن من سجد لغير الله جاهلا بأن السجود عبادة ينبغي ألا تكون لغير الله لا يكفر بذلك ويقاس عليه غيره من الكفر العملي. قال الشوكاني رحمه الله من سجد جاهلا لغير الله لا يكفر. سجد بقى للنبي صلى الله عليه وسلم، سجد للبدوي، سجد لملك، سجد لعظيم وهو يجهل أن هذه عبادة لا تصرف إلا لله، فهذا مانع من تكفيره ويعذر في ذلك بجهله. نعم. طبعا مع التنبيه على أن السجود الذي كان من يعقوب وأولاده ليوسف كان هذا مشروعا في شريعتهم ثم نسخ في شريعتهم. سبعة، وعن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي، يعني تزوجت يعني، فجلس على فراشي كمجلسك مني،
للراوي يعني. فجعلت جويريات لنا، بنات صغار يعني، جمع جارية أو جويرية. فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. يعني بتقول يعني إن هي البنات عمالين يقولوا على يعني الأبطال اللي ماتوا من المسلمين في معركة بدر يعني. إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، دخلت في الأغنية يعني بتاعتها كده، هي بتعمل العبارة دي بقى، وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها ونهاها أن تقول هذا الكلام الذي هو كفر، الذي يعتقد أنه يعلم الغيب غير الله عز وجل فهذا كفر. قل لا يعلم الغيب إلا الله، فهذا كفر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرها، وبل قال لها دعي هذا لأنها صغيرة ولا تعلم، دعي هذا خلاص هتفهم أن ده إيش لا يجوز، وهذه هي الحجة وهذا هو البلاغ. أما قبل البلاغ ما كانت تعلم. قال فهل كفر النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى أنه يعلم الغيب؟ مع أن الواجب اعتقاده أن الله عز وجل هو وحده عالم الغيب، وإنما عذرهن لجهلهن وقال لهن ما يعلم ما في غد إلا الله. ثمانية يعني من الأدلة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. فسوى بين مشيئته، مشيئة الله ومشيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الكفر، أنه يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم مشيئة نافذة كمشيئة الله. مشيئة الله نافذة، أما مشيئة غير الله عز وجل فهي خاضعة لتقدير الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الكلام كفر، أن يظن أو يعتقد مسلم أن هناك من الخلق من له مشيئة نافذة فهذا كفر، كما هو يعني سائد في أوساط الصوفية فيعتقدون في أوليائهم ونحو ذلك مثل هذا. نعم. فالذي يعتقد هذا جهلا هذا معذور ويبين له وقد يعذر ويعاقب لا بأس، لكنه لا يكفر إلا أن تقوم عليه الحجة. قال فسوى بين مشيئة الله ومشيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، ومع ذلك لم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه أدلة من السنة المطهرة على ثبوت العذر بالجهل في أمور التوحيد. والحقيقة أيضا من الأدلة القوية في هذا، وإن كان الشيخ لم يذكره هذا الدليل لكن مذكور في بعض الكتب الأخرى، وهو ما كان من الحواريين مع نبي الله عيسى عليه السلام، قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إلى آخر الآيات، فهذا شك في قدرة الله على أن ينزل مائدة من السماء، ومع ذلك لم يكفرهم المسيح عليه السلام، وإنما دلهم على ما ينبغي أن يعتقدوا في ربهم سبحانه وتعالى. وهذا من أدلة أيضا العذر بالجهل، فهم تلامذة النبي ومع ذلك جهلوا هذا، أو كان عندهم شك في هذا، وهذا الشك لا يجوز وهو من عقيدة الكفر، ومع ذلك لم يكفرهم المسيح عليه السلام. قال وكل هذه أدلة من السنة المطهرة على ثبوت العذر بالجهل في أمور التوحيد، وهناك كذلك من الأدلة على ثبوت العذر في غيره من أمور الحلال والحرام، يعني في أمور العملية يعني مش العقائدية أكثر يعني. فمن ذلك
الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد 4 شهادات على نفسه بالزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تدري ما الزنا؟ قال: أتيت منها حراما. ها، أتيت منها حراما. ما يأتي الرجل من امرأته حلالا؟ يبقى الرجل ده عارف الحجة ولا مش عارفها؟ بلغته الحجة؟ ها، عارف ان الزنا ايش؟ حرام. قال أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: وجه الدلالة أن هذا الرجل وجب عليه الحد بعد أن زالت شبهة الجهل بالزنا وحرمته. فأما الجاهل بحرمته فهو معذور بجهالته. الرجل ده أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أن هذا ماعز الأسلمي، أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. لماذا؟ لأنه بلغه الإيش؟ الحجة، وبلغه الحكم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: إن الحد لا يجب على الجاهل بالتحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم سأله عن حكم الزنا فقال: أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. طب لو الرجل ده قال: ما كنت أعلم أن هذا يحرم، إذن ده ما يعرف الحكم وما بلغه الحجة. قال: ونقل عن عثمان رضي الله عنه أنه عذر جارية أعجمية زنت وادعت جهلها بالتحريم، اللي هي المرأة الحبشية، الجارية الحبشية التي جاءت لما أرسل إليها عثمان يطلبها، فدخلت عنده فسألها فقالت: زنيت مع فلان بدرهمين، أو كلمة نحوها يعني. فظهر منها خفة عقل، خفة عقل، فسألها عثمان فعلم أنها ما كانت تعي ولا تفهم ولا تدري حرمة هذا الحكم. نعم. قال: وكذلك ورد عن عمر رضي الله عنه أنه عذر رجلا في الشام ولم يحده عندما ادعى الجهل بتحريم الزنا. قال: وروى البخاري أن رجلين رفع أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر لهما: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عذرهما لجهلهما بحرمة ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه المعذرة لأهل الجهل إذا كان مما يخفى عليهم مثله. 3. قال: وعن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصفح يعني بعرض، بحد السيف وليس بصفحته. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. الشاهد من الحديث، قال النووي: ليس أحد أحب إليه الإعذار من الله. فالعذر هنا بمعنى الإعذار والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة. ولهذا بعث المرسلين كما قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الأدلة كلها تدل على العذر بالجهل، وأن من لم تبلغه الحجة ولم يأته البيان فهو معذور، حتى ولو كان متبجحا، حتى ولو كان متبجحا. وإلا احنا ربما من الأمثلة اللي ضربناها كلها ربما ينطبع عند إخواننا أن هذه الصور تكون في من هو يجهل وهو منكسر في ذات الوقت. لا أبدا، قد يكون متبجح لكنه جاهل أيضا لا يعرف.
يعني الذي يرتكب من صور الكفر أو المظالم ونحو ذلك ما يرتكب تبجحا، لكن لما قيل له ألا تدري أن هذا كفر بالله، فقال لا 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 أنا ما كنت أعلم ذلك. كالحاكم مثلا الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويجبر الناس على لزوم ذلك ونحو ذلك، فقيل له ألا تدري أن هذا كفر بالله عز وجل، فقال ما كنت أدري ذلك، ما كنت أعلم ذلك ونحو ذلك. نعم. ثم قال المبحث التاسع عشر: أقوال العلماء في إثبات العذر بالجهل. قال الشافعي رحمه الله: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. أنا فاكر زمان كده من حوالي 20 سنة واحد من الجماعة اللي هم كانوا بتوع هم كانوا مجموعة كده في اسكندرية كانوا يسمون أنفسهم حزب الله، فأنا أذكر أحدهم بقول له يعني هذا أصل موجود في الدين والشريعة، فجعل يرفع صوته في الشارع، والتحي يرفع صوته في الشارع ويضحك ضحكات يعني كبيرة جدا ويرفع صوته ويقول من أين جئت بهذا التأصيل يا كذا ويا كذا، وجعل يعني فسبحان الله العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فإنه يعذر بالجهل، هذا كلام موجود حتى كلفظ يعني كألفاظ موجود أيضا في كلام أهل العلم. قال لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر، فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني الإمام الشافعي حد في مسائل الصفات والأسماء يقول أننا نعذر بالجهل من لا يعلم ذلك. وقال ابن العربي رحمه الله، ابن العربي المالكي: الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد عليه الكفر المخرج من الملة، فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله، وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعا قطعيا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. نعم. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: واعلم أن كثيرا من هذه الكبائر إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر عنه ولا الوعيد، وإلا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فهذا الضرب فيه تفصيل، فينبغي للعالم ألا يستعجل على الجاهل بل يرفق به ويعلمه مما علمه الله، ولا سيما إن كان قريب العهد بجاهليته، قد نشأ في بلاد الكفر البعيدة وأسر وجلب لأرض الإسلام وهو تركي أو كرجي مشرك لا يعرف بالعربي، فاشتراه أمير تركي لا علم عنده ولا فهم، فبالجهد إنه ينطق بالشهادتين، يعني بالعافية بينطق الشهادتين، فإنه فهم العربي حتى فقه معنى الشهادتين بعد أيام وليالي فيها ونعمت، ثم قد يصلي وقد لا يصلي. شوف الإمام بيتكلم على أحوال في المسلمين، إنه ذا مسلم ممكن
خذوا واحد أسره أو نحو ذلك وأسلم عنده، يدوبك نطق لا إله إلا الله يعني بصعوبة على ما فهم الموضوع، وما هوش فهم في صلاة ولا فهم شيء ولا شيء ولا نحو ذلك. قال: ثم قد يصلي وقد لا يصلي، وقد يتقن الفاتحة مع الطول إن كان أستاذه فيه دين، ما دين ما، فإن كان أستاذه نسخة منه فمن أين لهذا المسكين أن يعرف شرائع الإسلام والكبائر واجتنابها والواجبات وإتيانها؟ فإن عرف هذا موبقات الكبائر وحذر منها وأركان الفرائض واعتقادها فهو سعيد، وذلك نادر، فينبغي للعبد أن يحمد الله على العاقبة. فإن قيل هو فرط لكونه أو فرط لكونه ما سأل عما يجب عليه، قيل: ما دار في رأسه ولا شعر أن سؤال من يعلمه يجب عليه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف رؤوف بهم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكان سادة الصحابة بالحبشة، وينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص، والله أعلم. وقال الإمام ابن حزم الأندلسي: صح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغه فلم يؤمن به فهو كافر، فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء الله أن يعتقده في نحلة أو فتية أو عمل ما شاء الله أن يعمله دون أن يبلغه في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخلاف ما اعتقد أو قال أو عمل، فلا شيء عليه أصلا حتى يبلغه، فإن بلغه وصح عنده، فإن خالفه مجتهدا فيما لم يتبين له وجه الحق في ذلك فهو مخطئ معذور مأجور مرة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وكل معتقد أو قائل أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيء، وإن خالفه بعمله معاندا للحق معتقدا بخلاف ما عمل به هو مؤمن فاسق، وإن خالفه معاندا بقلبه أو قوله فهو مشرك كافر، سواء ذلك في المعتقدات والفتية للنصوص التي أوردناها، وهو قول إسحاق بن راهويه، وبه نقول: وبالله التوفيق. إلى آخر في الحقيقة يعني ما يعني أورد المصنف من يعني نقول وكلام لأهل العلم في إثبات مسألة العذر بالجهل في الدين، فهنكتفي بما ذكرناه وننتقل إلى المبحث يعني 20. قال المبحث 20: الجواب عن أدلة المخالفين. المخالف أتى بأدلة وإن كانت واهية لكن هو يستدل به، فما الجواب على هذه الأدلة؟ قال: وينقسم هذا المبحث إلى قسمين. القسم الأول في الجواب عن أدلة مصنف كتاب الجواب المفيد في كفر جاهل التوحيد. وكان لواحد رحمة الله عليه كان اسمه وغفر الله له كان اسمه أحمد طارق، كان شاب هو بيتزعم هذه المجموعة اللي هي مجموعة حزب الله ذي زمان يعني حوالي 30 سنة. القسم الثاني في الجواب عن بعض المصنفات والشبهات الأخرى التي وردت أو يمكن أن ترد. قال القسم الأول: الجواب عن أدلة الجواب المفيد. استدل المخالف مصنف كتاب الجواب المفيد لما ذهب إليه من عدم العذر بالجهل في أمور التوحيد بأدلة. الدليل الأول آية الميثاق، وهي قول الله عز وجل في سورة الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون،
وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فذهب المخالف إلى أن هذه الآية الكريمة تبين أن الميثاق السابق كاف في إقامة الحجة، وأنه بمجرد هذا الميثاق كان يمكن للناس أن يهتدوا إلى أمور التوحيد دقيقها وجليلها. لا حول ولا قوة إلا بالله، قول فاسد يعني بشكل فظيع جدا والعياذ بالله. هو بيقول إنه الآية فيها دليل على الميثاق، نعم، وأن هذا الميثاق كافي، وإن الميثاق ده كافي من يدل الناس على التوحيد. فائدة كده سريعة، إن العلماء علماء أهل السنة في تفسير الآية دي على إنه المقصود بها قول يقولون إنه ده الميثاق الذي كان في ظهر آدم، ثم من بعده جاء ميثاق يسمى ميثاق الفطرة، وهو عند الولادة، ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ثم جاء ميثاق بعده الثالث وهو ميثاق الرسل. بعض أهل العلم يقولون الفطرة والذر الاثنين ميثاق واحد، ولا مشحاء يعني في ذلك، وإن كان الأول أقرب. بيقولون إنه ميثاق الذر اللي هو ده هو نفسه هو اللي إيش فيه تركيب اللي ركب في فطرة الإنسان، فيه كل مولود يولد على الفطرة. ده كلام أهل السنة. المخالف يقول أن هذا الميثاق اللي هو مشتمل على ميثاق الذر وميثاق الفطرة هذا كافي في أن يعرف الناس التوحيد، لأن ربنا خلقهم على التوحيد. قبل ما نقرأ كده لازم قوله ده ماذا ابتداء؟ إبطال ميثاق الرسل، وأن الرسل لا حاجة لنا في وجودهم ولا إرسالهم. ولذلك قال ومآل قوله أن إرسال الرسل لا فائدة فيه ولا عائدة. هو ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليه؟ ليذكروا الناس بما أخذ عليهم ربهم من الميثاق في ظهر أبيهم آدم، وبما فطرهم عليه. هو دي من مهام الرسل، أن يذكروا الناس بهذا التوحيد. نعم. ومآل قوله أن إرسال الرسل لا فائدة فيه ولا عائدة، وأن هذه الأمة كان يمكنها أن تهتدي بغير رسولها صلى الله عليه وسلم. وأوهم المخالف بما نقله عن العلماء بأن ما ذهب إليه ذهبوا إليه، إن هو بينقل كلام إنه ده اللي بيقوله ده عليه كلام أهل العلم، وهذا غير صحيح طبعا. قال حيث بتر كلامهم ونقل ما يراه موافقا له بالتأويل الفاسد، وترك بقية كلامهم مما يرد عليه، فنقل من كتاب الروح لابن القيم قوله على طريقة فويل للمصلين، وعلى طريقة ولا تقربوا الصلاة، وسكت. فهو نفس الحال، أخذ من كلام ابن القيم كلاما وترك كلاما، وظن أن الكلام الذي أخذه يشهد لما يقول. قال فنقل من كتاب الروح لابن القيم قوله ولما كانت آية الأعراف في هذه السورة مكية ذكر فيها الميثاق والإشهاد العام لجميع المكلفين ممن أقروا بربوبيته ووحدانيته وبطلان الشرك، وميثاق وإشهاد تقوم به عليهم الحجة وينقطع به العذر وتحل به العقوبة ويستحق بمخالفته الهلاك، وبس راح واقف على كده. الكلام ده انت لما تقرأه لوحده ده كده كفاية ميثاق الإيش؟ ميثاق الذر وميثاق الفطرة كفاية كده. قال وبتر قطع يعني قول ابن القيم رحمه الله تكملة هذه العبارة وبيانا لما يعتقده رحمه الله ابن القيم في هذه المسألة، وهي عبارة حط بقى تحت الخط دي فلا بد أن يكونوا ذاكرين له عارفين به، فلا بد أن يكونوا ذاكرين له عارفين به. يعني ابن القيم بيقول لو كان الناس ذاكرين للميثاق ده
عارفين له لكان إيش كافيا، لكن لما كان هذا الميثاق ينساه الناس جميعا أرسل الله إليهم الرسل. قال فلا بد أن يكونوا ذاكرين له عارفين به، وذلك ما فطرهم عليه من الإقرار بربوبيته وأنه ربهم وفاطرهم وأنهم مخلوقون مربوبون، ثم أرسل إليهم رسله. يذكرونهم، حط تحتها خط دي، يذكرونهم بما في فطرهم وعقولهم ويعرفونهم حقه. يذكرونهم لأنهم ماذا؟ نسوا. وإلا لو عملنا كده تجربة واقعية، مين فيكم فاكر ميثاق الذر؟ ما أحد منا يتذكر ميثاق الذر أبدا، ولا أحد من الناس يتذكر ذلك. قال وعقولهم يعرفونها حقه يعرفون ويعرفونهم حقه عليهم وأمره ونهيه ووعده ووعيده. يقول وتجاهل أيضا قول ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، يعني كتاب طريق الهجرتين، قال وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. حتى تقوم حجة إيه؟ الرسل. حطوا تحت كلمة حجة الرسل دي خط، حتى تقوم حجة الرسل. يبقى لو ما فيش حجة الرسل ما قامت الحجة. يبقى الميثاق ميثاق الذر لا يصلح وحده، حتى تكون حجة الإيش؟ الرسل. ده كلام ابن القيم. قال وهذا مما يدل على المراوغة والتدليس وترك النصيحة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. واعلم أن اختلاف العلماء في هذه الآية إنما هو في قوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. فذهب جماعة من العلماء إلى أن شهادتهم بلسان الحال وأنهم يخرجون إلى هذه الدار شاهدين بفطرتهم لله عز وجل بالربوبية، وذهب جماعة إلى أنهم شهدوا بلسان المقال وهم متفقون على حاجتهم بعد ذلك إلى الرسل. يعني الفريقين من العلماء متفقون على حاجة الناس إلى الرسل. تذكرهم بهذا الميثاق الذي نسيه الكل، يعني سواء كان الميثاق ده كان بلسان الحال أو بلسان الإيش المقال. اللي بيقول بلسان الحال بيدخل عليه الميثاق الإيش الفطرة، اللي بيقول بلسان المقال بيعتبر ميثاق لوحده وبعد كده الفطرة ميثاق آخر. ولم يولد أحد منهم وهو ذاكر له، وإخبار الرسل به يجعله متيقنا. نعم. قال الشنقيطي رحمه الله وهذا الوجه الأخير يدل عليه الكتاب والسنة، أما وجه دلالة القرآن عليه فهو مقتضى القول الأول أن ما أقام الله لهم من البراهين القطعية لخلق السماوات والأرض وما فيها من غرائب صنع الله الدالة على أنه الرب المعبود وحده وما ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة ولو لم يأتهم نذير. والآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة وما ركز من الفطرة. لازم الرسل يجوا، لازم البلاغ يصل الناس. نعم. قال فمن ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإنه قال فيها حتى نبعث رسولا ولم يقل حتى ولم يقل نخلق عقولا وننصب أدلة ونركز فطرة، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى ما حسبهم على الفطرة، ما حسبهم على العقول، وإن كانت هذه كلها أسباب. يعني ممكن تقول أنت طب ليه ربنا عمل ميثاق الذر وميثاق الفطرة وربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وقال لهم تأملوا وتدبروا في هذا الخلق؟ كل هذه أسباب تعين الإنسان على أن يصل إلى توحيد الله عز وجل وأن يكون على ما خلقه الله عز وجل عليه.
ثم من عظيم رحمة الله أن أرسل إليهم بعد ذلك الإيش؟ الرسل. يقول ومن ذلك قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال فصرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس وينقطع به عذرهم هو إنذار الرسل لا نصب الأدلة والخلق على الفطرة. وهذه الحجة التي بعث الرسل بعث الرسل لقطعها بينها في سورة طه بقوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذى. كان هيقولوا لا احنا ما قلناش رسول، لكن لما جاء رسول انقطعت حجته. وأشار لها في سورة القصص بقوله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يقول ومن ذلك أنه تعالى صرح بأن جميع أهل النار قطع عذرهم في الدنيا بإنذار الرسل، ما لهمش عذر أهل النار لأنه أرسل إليهم الرسل. ولم يكتفي في ذلك بنصب الأدلة كقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. ها ما قال الخزنة؟ ألم تنظروا في الدلائل والبينات في خلق الله ونحو ذلك؟ وإن كانت هذه كلها أسباب معينة على التوحيد، لكن الذي يحاسب عليه الناس هو البلاغ والحجة التي تصلهم من الرسل. نعم. وقوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الشاهد ألم يأتكم رسل منكم. ومعلوم أن لفظة كلما في قوله كلما ألقي فيها فوج صيغة عموم، وأن لفظة الذين في قوله وسيق الذين كفروا صيغة عموم أيضا، لأن الموصول يعم كل ما تشمله صلته. وأما السنة يعني كل أهل النار، وأما السنة فإنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج ذرية آدم في صور الذر فأخذ عليهم الميثاق كما ذكر هنا، وبعضها صحيح. قال القرطبي في تفسير هذه الآية قال أبو عمر يعني ابن عبد البر، لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة، من حديث عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم. والحاصل أن العلماء اختلفوا في هذه الشهادة من بني آدم هل هي بلسان الحال أم بلسان المقال، ولم يختلفوا في حاجتهم إلى الرسل وأن الحجة في إرسال الرسل. فما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى فطرنا على التوحيد أو حتى أخذنا الميثاق، ولكن قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، فدل على أنه من لم تبلغه الحجة أو يبلغه البلاغ والإنذار فله عند الله حجة. ما بلغني، ما علمت، ما جاءني نذير، ما جاءني من يخبرني، وهكذا. الدليل الثاني يعني الذي أورده المخالف، أورد المخالف فيه ثلاثة أحاديث. الأول ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هنا أنت
طب تقول وجه الاستدلال للمخالف ايه هنا؟ تظن ايه؟ تظن ايه؟ ان هو حديث ابن جدعان، هذا ابن جدعان كان قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو وكأنه التبس عليه ان ابن جدعان ده لم يبلغه ايه؟ خبر الرسل، وهذا خطأ شديد جدا. وإلا كل الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد بلغتهم دعوة الإيش؟ الرسل، لأنهم كانوا على دين إبراهيم وإسماعيل ولكن حرفوا. نعم. الثاني، ما رواه أحمد في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء فيه أي في الحديث اللي هو ابن بقى المنتفق قال: فقلت يا رسول الله، هل لأحد مما مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفي النار. هو يعني بيسأل هل لأحد ممن كانوا يعني في جاهليتهم خير، في حد من اللي ماتوا قبل ما أنت تبعث دول ممكن يكونوا يعني على خير، كأنه بيسأل عن أبي، وكأن أبوه هذا كان يفعل أعمالا صالحة يعني. فقال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفي النار. أنت يعني بتعرض كده يعني عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ده أبوك في الجنة ولا حاجة؟ والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال: فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي، يعني مما قاله في أبي يعني، على رؤوس الناس. قال: فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل ده يعني ابن المنتفق بيقول فهممت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما أبويا وأبوك كانوا في الوقت الإيه؟ واحد معا يعني. وأبوك يا رسول الله. قال: ثم إذا الأخرى، يعني أنا اخترت كلمة ثانية أجمل، فقلت يا رسول الله وأهلك؟ قال: وأهلي لعمر الله حيثما أتيت على قبر عامري أو قرشي أو دوسي قل أرسلني إليك محمد صلى الله عليه وسلم، فأبشر بما يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار. قال: فقلت يا رسول الله ما فعل بهم أو ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. حديث وإن ضعفه الشيخ الألباني ويعني الأرناؤوط كذلك ضعفه، إلا أنه هناك رواية فيها عند مسلم تصريح بمثل هذا، وهي التي بعدها اللي هو الحديث اللي هو أورده بقى، يعني حديث ضعيف أصلا سندا ولا يحتج به في المسألة، هذه مسألة عقائدية. لكن احنا بنقول ان اللي جه في الحديث ده صحيح لانه بيدل عليه حديث ايش؟ حديث صحيح اخر. الثالث، ما رواه مسلم في صحيحه عن انس رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اين ابي؟ قال في النار. قال فلما قف دعاه فقال ان ابي واباك في النار. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل، ما قال له اين ابي؟ قال في النار. فالرجل وجد في نفسه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه، قال أبي وأباك في إن أبي وأباك في النار، الاثنين مصيرهم واحد. نعم. قال الجواب، دي أدلة المخالف، أدلة المخالف اللي هو الأحاديث هذه، والتي يظهر منها أنه كأنه اعتبر هؤلاء لم يبلغهم إيش؟ خبر. لم يبلغهم خبر. نعم. أيوة طبعا، ده كل الأحاديث أنت هتشوف كل الأحاديث عليه وليس له، الأحاديث عليه هو مش له. الجواب، هذه الأحاديث الثلاثة في أناس كفار كفرا أصليا، كفرا أصليا،
ولا يجوز بحال قياس المسلم الذي وقع في شيء من الكفر جاهلا بحكمه بالكافر الذي لم يثبت له عقد الإسلام، فهذا قياس باطل، وكونه كذلك قياسا وليس نصوصا صريحة فيما نحن بصدده فهو فاسد الاعتبار لما أسلفنا من أدلة صريحة. قال شيخ الإسلام: ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه أي الإيمان بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. قال: ثم هي بخصوص حكم من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو في أناس لم تبلغهم دعوة الرسل وهم من يسمون بأهل الفطرة. قال: ثم هي بخصوص حكم من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو في أناس لم تبلغهم دعوة الرسل وهم من يسمون بأهل الفطرة. مين اللي له عذر عند الله يوم القيامة؟ من الذي ليس له عذر؟ الذي ليس له عذر من بلغته الحج، والذي له عذر هو من لم تبلغه الحجة. ولذلك هذه الأحاديث في الحقيقة حجة على المخالف، ليست للمخالف، ليست حجة للمخالف. هؤلاء بلغتهم الحجة أم لا؟ لا، اللي هم الناس اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم الحجة أم لا؟ بلغتهم الحجة، ولذلك هؤلاء يستحقون دخول النار أم لا؟ يستحقون دخول النار لأنهم قد بلغتهم الحجة. أما من لم تبلغه الحجة من المسلمين فهذا لا يسأل، إنما هؤلاء إنما دخلوا النار بسبب أنهم بلغتهم الحجة، وهي أنهم كانوا على ملة إبراهيم وإسماعيل لكنهم انحرفوا عن ذلك وارتكبوا الكفر بعدما بلغتهم الإيش؟ الحجة والرسالة. فإذا هذكرها يعني مسألة في حكم أهل الفترة، لكن لا ينبغي، لا يشتبه عليك، انتبه، أن ابن جدعان أو أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن المنتفق أو نحو ذلك كانوا من أهل الفترة. لا، هؤلاء جميعا لم يكونوا من أهل الفترة، إنما كانوا من أهل الجاهلية، والجاهلية كانوا فيهم رسالة أو كانت فيهم رسالة، وهي رسالة إبراهيم وإسماعيل. قال: مسألة في حكم أهل الفترة. قال: أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل. قال الشنقيطي رحمه الله: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي هل يعذر المشركون بالفترة أو لا، هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامه. أهل الفترة دول اللي هم لم يبلغهم رسالة، لم يبلغهم حجة، هؤلاء يسمون أهل الفترة، وهي التي تكون بين انقطاع الرسل، بين انقطاع الرسل. فهؤلاء يوم القيامة يحتجون يوم القيامة. الحديث عندكم في الهامش تحت نقرأه كده: أربعة يوم القيامة يدلون بحجة، عندهم حجة. رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم يعني بلغ من الكبر عتيا حتى زال عنه الإدراك. قال: ومن مات في الفترة. قال: فأما الأصم فيقول: يا ربي جاء الإسلام وما أسمع شيئا. دل هو فعلا أصم وليس هناك وسائل أخرى يسمع بها، لكن لو في أصم مثلا في زماننا الآن هل هو من أهل الفترة؟ لا، لأنه يبلغه بطريقة أخرى وهي الإيش؟ الكتابة نحو ذلك. فإذا بلغ الأصم في أي زمان عموما، إذا بلغ الأصم الرسالة والحجة بالكتابة مثلا فإنها قد قامت عليه. قال: وأما الأحمق فيقول: جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر. وأما الهرم يعني مجنون. وأما الهرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما الذي مات على الفترة فيقول: يا رب ما أتاني رسولك، فيأخذ مواثيقهم
لا يطيعنه. الله عز وجل يأخذ عليهم الميثاق في عرصات القيامة. لو أرسلت إليكم رسولا تطيعون؟ فيقولون نطيع يا رب، بلى نطيع يا رب. قال فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار. يرسل الله في عرصات القيامة إليهم رسولا أن ادخلوا النار. قال فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. رواه أحمد والطبراني وابن حبان وصححه الألباني. هذا هو امتحان هؤلاء يوم القيامة، ومنهم أهل الفترة. قال هم أنهم معذورون بالفترة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها. من اقتحمها دخل الجنة، هو الذي يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا. طبعا بعضنا ممكن يقول طبعا النار دي شيء سيء جدا، فالله عز وجل يرسل إليهم رسولا يقول لهم ادخلوا هذه النار، وكل النفوس تكره دخول النار، فكيف يطيعون؟ ها الجواب، ها قد أخذ الله عليهم من قبل الميثاق لا يطيعون الرسل، فأرسل إليهم رسولا وقال هذا رسولي إليكم عليكم بطاعتهم، فكان الواجب عليهم أن يطيعوا رسول الله وأن يحسنوا الظن بربهم أنه لا يعذبهم إن أطاعوه. وده ملخص لحياتهم لو كانوا في الدنيا، لو كانوا امتحنوا في الدنيا بالرسالة، ده ملخص لحياته، كانوا هيعصوا ويقعدوا يقولوا لا وعشان وعشان وعشان. فهذا ملخص لحياتهم، أنهم استكبروا أو أعرضوا أو اعترضوا على رسالة الله عز وجل. نعم نعم، أهل فترة. الظاهر والله أعلم أنهم أهل فترة يظلون على هذا إلى أن يأتي يوم القيامة فيكون هذا حالهم. نعم. لأن العرب كانوا في الوقت ده كلهم أصبحوا على الشرك. العرب كانوا تركوا دين إبراهيم وإسماعيل وصاروا يعبدون الأوثان. ولذلك في هذه المدة ليس هذا معناه أن هذا عذر لهم، لا، هم تركوا ما كان عليه دين إبراهيم وإسماعيل، وهم كانوا على ملة إبراهيم وإسماعيل، لكن حرفوها وآباءهم حرفوها وظلوا هم يتابعون إيش آباءهم على ذلك. نعم، هم حرفوه واتبعوا الآباء، زي هو نفس الحال اللي احنا عايشينه كلنا في كل زمان. اطلع بره في الشوارع قل للناس كثير من أمور الشرع، الرد يكون ماذا؟ احنا طلعنا لقينا الدنيا كلها كده، هي دي بتاعت زمان الكفار، قالوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا. نعم، مش معناه كده احنا بنكفر الناس اللي بره، لكن بنقول نفس الطريق وهي اتباع الايش؟ الآباء. نعم، كان في أحد طبعا قليلون زي ورقة بن نوفل وزي عمرو بن نفيل، دول كانوا موحدين. نعم. قال وهو الذي يصدق الرسل والنبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، وأبو بكر ما ساجد لصنم أبو بكر، ولا كان يعبد أصنام أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم عافاه الله من ذلك. نعم، وهو الذي قال وهو الذي يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا، ومن امتنع من دخول النار عذب فيها، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا، لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين. الأمر الأول أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبوته عنه نص في محل النزاع، فلا وجه للنزاع البتة مع ذلك. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة، ردا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم بأن الآخرة دار جزاء لا عمل،
وأن التكليف بدخول النار تكليف بما لا يطاق ولا يمكن ما نصه. يعني في مسجلة حصل بين العلماء إن ابن عبد البر رحمه الله رد الحديث وقال إنه في كيف يكون امتحان في دار الجزاء؟ الدنيا هي دار العمل والامتحان. فرد على ذلك الحافظ ابن كثير قال: والجواب عما قال أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء، زي الحديث اللي احنا معانا لسه من قرأناه منذ قليل. قال: ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند النظر فيها. وأما قوله إن الدار الآخرة، يعني الأول ابن, 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 ابن كثير بيقرر مسألة الأول علمية جدا، وهي إذا صح الحديث وجاء الدليل فلا مجال للإيش؟ للاجتهاد في رده، يعني أو في رد ما جاء به. قال: وأما قوله إن الدار الآخرة دار جزاء، قال: فلا شك أنها دار جزاء، ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار، كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال، وقد قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إنه يعني بيقول إن حكي في كلام أهل العلم يدل على إنه في دار الجزاء هيحصل برضو أنواع من الإيش؟ من الامتحان، ومنه امتحان المنافقين للسجود، امتحان المنافقين بالسجود إلى لله سبحانه وتعالى فلا يستطيعون السجود. قال: وقد ثبت في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة، وأن المنافق لا يستطيع ذلك، ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقا واحدا، كلما أراد السجود خر لقفاه، إلى أن قال: وهذا القول يجمع الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها ببعض. نعم، من جنس إيش؟ ومن قال إن هذا تكليف؟ هذا امتحان وليس تكليف، هذا امتحان. ابن عبد البر بيقول إنها دار جزاء وليس دار امتحان، فهذا من باب الامتحان فقط وليس من باب التكليف الذي سيكون على الدوام ونحو ذلك، إنما هذا امتحان فقط له. ودل عليه الدليل الصحيح وهو أنهم يؤمرون بالسجود كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح فلا يستطيعون. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، هو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك غيره من محقق العلماء والحفاظ والنقاد. انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله، وواضح جدا فيما ذكرناه. الأمر الثاني أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر بالجهل والامتحان، وتتفق بذلك جميع الأدلة والعلم عند الله عز وجل. إنه الجمع بين كل الأدلة هذه، إن هؤلاء معذورون، نعم معذورون يوم القيامة، ثم يمتحنون يوم القيامة. هم معذورون بأنهم لم يأتهم رسول، لم يسمع برسول وكذا ونحو ذلك، فيمتحنون يوم القيامة. والجواب عما ذكره المخالف في استدلالاته بالأحاديث الثلاثة المذكورة آنفا ما قاله علامة هذا القرن ومجدده الألباني رحمه الله في فوائد الحديث من صحيحته، قال: إن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معذبون بشركهم وكفرهم، وذلك يدل على أنهم ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة نبي، خلافا لما يظنه بعض المتأخرين، إذ لو كان كذلك لم يستحق العذاب لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد قال النووي في شرح حديث مسلم إن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟
قال في النار. قال النووي فيه أن من مات على الكفر هو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين. وفيه من مات على الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. وليس هذا مؤاخذ قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ما يلتبس عليك عبارة أو لفظة الفترة في كلام النووي هنا، يقول وفيه من مات على الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان. الفترة هنا مش المقصود بها إن دول أهل فترة، المقصود بها انقطاع ما بين رسالة محمد ورسالة إبراهيم وإسماعيل، وليس المقصود بها أن هؤلاء أهل فترة. وإلا كيف يبقوا أهل فترة وهم في نفس الوقت عبدة إيش؟ أوثان. نعم. قال الدليل الثالث من أدلة المخالف ما رواه أحمد عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر نحاس يعني، فقال ما هذه الحلقة؟ قال هذه من الواهنة، يعني ضعف أصابه في عضده ومرض ونحو ذلك. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. هذا الحديث استدل به المخالف على عدم العذر بالجهل، على عدم العذر بالجهل. قال وهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة كما بينته في التحقيق، ولو صح لكان دليلا لنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفره ابتداء بل عذره بجهله. الحديث حج عليه هو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وجد الرجل حاطط البتاعة في دراعه كده، قال ما هذه؟ يعني ايه الحلقة دي اللي انت حاططها دي؟ هو الرجل وضع هذه الحلقة من صفر من نحاس معتقدا ان هذه تنفع وتضر، انها تنفع وتضر، وهي ليست سببا لا شرعيا ولا قدريا، لا هي سبب شرعي ولا سبب ايش؟ قدري. وعليه فهذا اعتقاد شركي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا شرك وأنت مشرك، ولا قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا؟ قال انزعها، علمه أن هذه لا تجوز أو أن هذا لا يجوز وأن هذا من الشرك، لكن لم يقل له أنت مشرك صلوات الله وسلامه عليه، فعذره بجهله وأمره أن ينزعها. نعم. قال وأنه لو أصر عليه بعد قيام الحجة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح أبدا. هو ده المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يعني لو أنا بعد ما قلت لك الحجة فأصررت أنت على بقائها واعتقادك بما تعتقده فيها لمت على الكفر. هذا هو مفهوم الحديث. في حاجة ينظر في أهل التخصص ويسأل أهل التخصص هل هذه بالفعل لها فائدة طبية، فإن كانت لها فائدة طبية فهي سبب إيش؟ قدري، يجوز الاستعانة به ويجوز مباشرة. أما إن لم يثبت أن لها فائدة طبية فإن هذا يدخل في الشرك، لأنه جعل سببا واعتقد فيه نفعا وضرا وهو ليس سببا لا شرع ولا قدري. نعم. لا الأحمق في بلاد زي بلادنا ما يحسبش طبعا من أهل فترة، اللي هو قصدك اتولد أحمق يعني. خلاص ماشي، اللي اتولد أحمق، معلش أنا التبس عليا، بس اللي اتولد أحمق ده من أهل الفترة يحتسب، مش هو مش من أهل الفترة،
هيبقى له امتحان زيه زي أهل الفترة المجنون والأحمق ونحو ذلك. قال: وأي حجة على العباد أبلغ من حجته صلى الله عليه وسلم. وفيه شبه من حديث أبي واقد الليثي وغيره من أدلة العذر بالجهل، ولكننا لا نستدل إلا بالصحيح أو الحسن. وأهل السنة بحمد الله أسعد الناس في الدنيا بسنته صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك أسعد الناس به صلوات الله وسلامه عليه يوم يدعى كل أناس بإمامه. أما استدلاله بما رواه أحمد في الزهد من طريق طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب فخلوا سبيلهم فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. الحديث هذا ابتداء أيضا حديث ضعيف فلا يحتج به أيضا، لكن على اعتبار أنه حتى صحيح. والحديث كما في التحقيق الصحيح فيه أنه موقوف وليس مرفوعا، ولو صح الحديث كذلك لما كانت فيه دلالة على العذر بالجهل، لما كانت فيه دلالة على عدم العذر بالجهل، وإنما هو في مسألة العذر بالإكراه، إنما هو في مسألة العذر بالإكراه مش العذر بالجهل. إحنا البحث اللي هو عامله المخالف بيتكلم عن العذر بالجهل. إيه اللي جاب الحديث ده أصلا في البحث؟ الحديث ده بيتكلم عن عذر بالإكراه لو صح الحديث يعني، فهذا عذر فعلا، وإن الإنسان معذور بهذا الإكراه. نعم. وقد دلت أدلة الشرع على أن العذر بالإكراه خاص بهذه الأمة، والأمم السابقة لم تكن فيها هذه الرخصة. يعني حتى العذر بالإكراه على أصح كلام أهل العلم أنه خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في الأمم السابقة ما كان لهم هذه الرخصة. نعم. علشان كده دخل النار في ذباب. إنما لو إحنا في زماننا إحنا على فرض صحة الحديث، لو في زماننا إحنا أكره على إنه يقرب ذباب يعذر بجهله، هيعذر بجهله هنا في هذه الحال. لماذا؟ لأن ده إيه؟ إكراه معتبر. قالوا له: هنقتلك دلوقتي. وإلا معاذ بن عمار بن ياسر رضي الله عنه أكره إكراها معتبرا فنطق الكفر وقال الكفر. تمام. بشرط ألا يكون ذلك عن انشراح صدر به. ده شرط مهم جدا يا اخوانا، انه يكون المكره وهو بيعمل المكره عليه يكون يفعله بجوارحه الظاهرة فقط، وأن يكون قلبه مطمئنا به الإيمان. نعم. قال: مسألة العذر بالإكراه. لا، وحال هارون ليس حال إكراه، إنما كان حال حساب مصالح ومفاسد. قال: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. فكان حساب مصالح، ومع ذلك احنا أشرنا إنه هي مسألة خلافية، فبعض أهل العلم قالوا لا كان موجود في الأمم السابقة أيضا، وبعض أهل العلم قالوا إنه لا لم يكن موجودا في الأمم السابقة عذر بالإكراه، وإنه كان يقتل ولا يفعل الكفر، وإنما خصت الأمة بذلك، فهي مسألة خلافية. قال: مسألة العذر بالإكراه. قال الشنقيطي في تفسير قول الله تعالى:
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة، لأن قوله في أصحاب الكهف إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ظاهر في إكراههم وعدم طواعيتهم، ومع ذا مع هذا قال عنهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فدل ذا يعني لو أطعتموهم مكرهين فلن تفلحوا، وهذا يعني في إشارة إلى أنه لم يكن هناك عذر بالإكراه في الأمم السابقة. فدل ذلك على أن الإكراه ليس بعذر، ويشهد لهذا المعنى حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه مع الإكراه بالخوف من القتل، لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب ولو ذبابا قتلوه. ويشهد له أيضا دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقره عليه، يعني خاص بأمتي تجاوز لي أنا فقط. فإنه يفهم من قوله تجاوز لي عن أمتي أي غير أمته صلى الله عليه وسلم من الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك. وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول، وله شواهد ثابتة والشيخ الألباني يصححه هذا الحديث، قال وله شواهد ثابتة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة. أما هذه الأمة فقد صرح الله تعالى بعذرهم بالإكراه في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال أما دليل المخالف الرابع والخامس، قال فهو كلام للقرافي ومصنف كتاب معارج القبول، يعني كلام نقل لبعض أهل العلم وليس نصوصا من كتاب أو سنة، وإنما هو كلام لبعض أهل العلم من المتأخرين. قال ولعل المخالف لم يبلغه أن كلام العلماء ليس حجة شرعية، وأنه يستدل له لا يستدل به. إحنا عارفين أن في المسألة الأصولية في قول الصحابي أن العلماء اختلفوا هل قول الصحابي حجة أو لا، فكيف بمن هو دون الإيش الصحابي، وكيف بمن هم متأخرون جدا عن زمن الصحابة. فهو أتى بكلام للقرافي وقالها بكلام للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، يقولون فيه أنه لا يعذر بالجهل في مسائل كيت وكيت ونحو ذلك. قال ولعل المخالف لم يبلغه أن كلام العلماء ليس حجة شرعية وأنه يستدل له لا يستدل به، فلا نكلف أنفسنا مشقة الرد. وقد بينا بفضل الله تعالى من الأدلة ما فيه كفاية لأهل الدراية فضلا عن طلاب الحق في هذه المسألة. تنبيه: حاول مصنف الجواب المفيد أن يبرر ما ذهب إليه مخالفا للعلماء الإثبات بما أسماه في كتابه بالإيضاحات، وهي ولا شك الافتراءات الواضحات، أن يلوي كلاما لابن حزم وابن تيمية وصديق حسن خان والقاسمي، وأن يحمله فوق ما يتحمله حتى يوهم القارئ أنهم موافقون له، وحتى يحكي بعد ذلك إجماع العلماء على ما ذهب إليه، فقال بعد ذلك فنحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة. هذا كلام لا يجوز أبدا. قال وعدم العلم ليس دليلا على العدم، هو بيقول ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة. طب هو لا يعلم، هل هذا دليل إنه هو نفسه لا يعلم؟ قال وعدم العلم ليس دليلا على العدم، وقد سقنا في الأبواب السابقة كلام العلماء وحكاية بعضهم، يعني 17 قول مروا بنا، احنا قرأنا منهم 3 ولا 4 مش كده في المبحث اللي هو صفحة 41 التاسع عشر أقوال العلماء في إثبات العذر بالجهل. لاحظ بقى كده، ارجع كده هتلاقي كام قول للعلماء ناقل 17 قول، ومع ذلك يقول المخالف فنحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة.
قال: وعدم العلم ليس دليلا على العدم، وقد سقنا في الأبواب السابقة كلام العلماء وحكاية بعضهم الإجماع. وهو مع ذلك أحد رجلين لا ثالث لهما، إما أنه لا يفهم كلام العلماء ولا يحسن النقل عنهم، ومثله يقال له: فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد. أو أنه يفهم كلام العلماء ويلجأ إلى التدليس والتضليل، وهذه خيانة للأمة وكذب على العلماء. ولو أن هؤلاء العلماء بين ظهرانين لقالوا له: كذبت، ليس هذا ما أردنا تبيينه للأمة. ولولا مخافة الملال الطول يعني وقصد الاختصار لتتبعنا الكتاب كلمة كلمة حتى يتبين لإخواننا المسلمين غش مصنفه وتدليسه على الأمة لترويج مذهبه الرديء والمساعدة على قبول الناس فكرته بتكفير أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغير بينة. والله تعالى يحاسبه بعدله ويمن علينا وعلى سائر إخواننا بمزيد فضله. أسأل الله أن يغفر لنا وله. هنقف راحة على المبحث 21، حكم فاعل الكبيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.